السلام عليكم يا جماعة، شكرا لكم لانضمامكم للحوار ديت. نتمنى انه يكون حوار مفيد ومثمر ونطلع منه بحاجات مفيدة وبمعلومات يستفيدوا منها كل الانتربرنورز والستارت ابس اللي جوينينج معانا الليلة، وكمان الناس من السيكتورز الثانية. انا سارة خير، مديرة تنمية الاعمال في امباكت هاب خرطوم. حابة في الاول اعرفكم على امباكت هاب خرطوم هي شنو. احنا co-working space، مهمتنا الأساسية واهتمامنا الأساسي إنه إحنا بنساعد الأعمال الناشئة إنها تطور من نفسها وتتقدم لقدام وتكون أعمال ناجحة ومزدهرة. عندنا برامج كثيرة، من حاضنة أعمال لتسريع أعمال لبرامج كلها اللي عندها ارتباط بالمشاكل اللي هي الخاصة ببلدنا، بنحاول نلقى دائما حلول مبتكرة ومستدامة للمشاكل اللي بنواجهها في حياتنا اليومية في البلد، وبنحاول نساعد بشكل أو بآخر في النهضة بتاعة السودان ونبني السودان الجديد بإذن الله. في حبة حاجات كده بس حابة أقولها الحضور قبل ما يبدأ الحوار. كل الحضور ما حنسمعكم، ما بنقدر نسمعكم وما بنقدر نشوفكم. انتوا حتتابعوا معانا الحوار الدائر، ولو عندكم أي أسئلة تحت بتلقوا تشات، علامة بتاع الشات، أي زول عنده سؤال ممكن يطبعه أو يكتبه في الشات بوكس ويرسله لنا. إحنا بنسجل الأسئلة كلها وبعدين بنديها للمودريتر السيد حسام النصري عشان هو يطرحها على الزول الملائم أثناء في النهاية. يعني هي 45 دقيقة الأولى حتكون حوار بين الشركات الناشئة وحسام الدين، وبعد ذاك في تلت ساعة حيجاوبوا فيها على الأسئلة المطروحة من الجمهور القاعد معنا. في حاجة تانية، لما تبدأ الفترة بتاعت الأسئلة والأجوبة إحنا حننزل لكم، حيتظهر لكم استبيانات، هم سؤالين بس نرجو منكم كل ما يظهر استبيان، يعني حيكون ظاهر لمدة 30 ثانية. لما يظهر الاستبيان نرجو منكم إنكم بس تختاروا، يعني تملوا الخيار المناسب معاكم وتدوسوا عليه سند. ده حينفعنا كثير في إن إحنا نفهم الناس الحاضرين، الجمهور الحاضر، وإنه نفهم الحاجات اللي بتهمهم عشان نقدر نقدم لهم برامج عندها علاقة ذات صلة يعني، وبرامج مفيدة لهم. وحس أنا بترك الحوار الميكروفون للسيد حسام الدين النصري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في الحوار الليلة عن الأثر بتاع الكوفيد 19 على يعني SMEs في السودان اللي هي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى إنه يكون إن شاء الله حوار مفيد. أفتكر نبدأ بتقديم بسيط لكل بيزنس اللي هو المتحدثين، ونبدأ بالأستاذة أول. أفتكر تحدثنا قليلاً عن هي منو والبيزنس بتاعها في شنو سريع، يعني خلال دقيقتين عشان نخش في الأسئلة والنقاش إن شاء الله. Ladies first. طيب ممكن نبدأ بخالد. السلام عليكم ورحمة الله. أولاً شكراً لكم يعني على الهوستينج السيشن دي، وإن شاء الله الناس تلقى منا فائدة وتكون مشاركتنا فعالة. أنا خالد مامون إبراهيم، founding partner وmanaging director of Anafi Capital Partners اللي هي early stage active investment fund أو يعني VC سوداني بطابع سوداني، أو محاولين إنه نكون أول VC سوداني. لقدام ممكن نتكلم عن يعني تجربتنا والقصص الواقفة في طريقنا وكذا، وهي شوية أخرتنا من إنه نصل الحتة اللي إحنا كنا دايرينها. الفكرة الأساسية بتاعتنا كانت إنه إحنا نمول الستارتابس، والحمد لله لقينا دعم كويس جدا. يعني إحنا من الشيرهولدرز حقيننا مجموعة البربري، مجموعة النفادي، ودرويش أخوان. لمينا الناس ديل، تكلمنا معهم وكده، في إنه في إنرجي كثير وفي ستارت أبس كثيرة بدأت تظهر، وكل سنة ورا سنة
الليفل بتاعه قاعد يزيد، لكن كثير منهم ما لاقين طرق للتمويل، وما في زول بيفهم بلدنا زينا احنا. فتلملمنا وعملنا الانفستمنت فاندي وحاولنا نديها طابع بتاع السوق السوداني، لانه السوق السوداني مختلف عن اي حته ثانيه، وهو زي ما بقول له ماشيين، ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شرفنا بك كثير. مروان، طيب السلام عليكم، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير، وسعيد انه اكون معاكم في السيشن دي. انا مروان ابراهيم، شريك مؤسس وسي اي او في فاسيليتي اكس، اللي هي ستارت اب سوداني شغالين في النطاق او في الحته بتاعه الاي كوميرس بالنسبه للسوق بتاع التشييد ومواد البناء والخدمات بتاعه الصيانه للمنشآت. فبدايتنا كانت قبل سنة شوية بستارتب في السنة الجديدة دي 2020، بدينا بفاسيليتي اكس دي اللي هي اكستنشن لخبرات والستارتبس تانية. جميل. خالد تاني، ينيت انميوت يا خالد. Go ahead. لو yeah. ايوه كده واضح، اتفضل. السلام عليكم جميعا. أنا خالد الطيب، شريك مؤسس شركة بريدي. هي ستارت اب ممكن أقول أفريقيا أكثر منه سوداني، أساس إنه حنكون شغالين في أفريقيا كلها. بيزيكلي أجري بزنس بيزد على إنه نعمل بارتنرشيبس مع السمول هولدر فارمرز، أساس إنه نساعدهم في موضوع يعملوا بريزرفيشن بالنسبة للبرودكتس، أساس إنه تو كات البوست هارفست لوسز. والحاجة الثانية نساعدهم يعملوا زي processing للproducts حقتهم، بأساس نديهم التكنولوجي والtools ونديهم access to the market. الحاجة دي كلها هتكون on shared economy model، بس إنه مع بالنسبة للcommunities. جميل. نمشي لسارة عبد الله. أستاذ سارة، سامعانا ولا ما سامعانا؟ شكله أستاذ سارة عنده مشكلة. سارة عبد الله، أوكي ممكن نمشي ونجيها تاني. طيب أنا داير أبدأ بسؤال الواجع أي زول، يعني اللي هو احنا دارين نتكلم عن السيلز اللي هو المبيعات وحجم العمل the size of the business، وتأثره بالنسبة للكورونا وكان الأثر بتاعه شنو. وداير أبدأ يمكن بالزول الشغل بيعتمد على السيلز بشكل كبير. ناس مروان يمكن نبدأ بك في السؤال ده، وتاني حامر على ناس تانين برضو أسألهم. فكيف كان الكورونا دي؟ يعني انتوا يا دوب كنتوا بعدين و كبستكم القصة بتاعت الكوفيد 19 دي، الحاجة دي كان يعني أثرها شنو على السيلز أو على نمو البيزنس نفسه عندكم، سواء كان نيجاتيف سواء كان طيب. طيب هو موستلي الأثر كان نيجاتيف لدرجة يمكن من بداية السنة لحد قبل ما نقول بداية شهر 3 الأمور كان ماشي كويس، acquiring new clients وكذا، وماشين كويس في ال MVP بتاعنا. بعد ذاك بدت القصص بتاعت الكورونا والحظر الجزئي، فالحاجة دي أثرت علينا بأنه فقدنا 50% من المبيعات من السيرفيسز اللي إحنا بنقدمها.
تمام. بالحاجة دي أثرت لنا إنه الحضر الجزئي اللي هو كان بيبدأ من الساعة 6 ده كان بيأخذ مننا بعد 3-4 ساعات نهاية اليوم، على أساس إنه التيمز اللي بتكون شغالة بتضطر إنه ترجع بدري عشان تلحق قبل فالأثر الثاني إنه التاسك اللي أنت ممكن تقضيه في يوم بيبقى بسبب الحضر الجزئي وصعوبة الحركة إنه بيتقضى معك في 3-4 أيام. فأثرت علينا شديد، ويمكن نحن كنا من الناس الشغالين لحد اليوم اللي قالوا فيه إنه حنعمل توتال لوك داون. جميل. طيب بالنسبة لي يا خالد مامون، الأثر كان شنو حق كوفيد 19 على البزنس بتاعكم وانتو ناس يعني باعتباركم فينشر كابيتال؟ هل يعني كان في أي أثر بوزيتيف قبل ما نبدأ بالنيجاتيف؟ وإذا ما كان في أثر بوزيتيف، الأثار النيجاتيف كانت عليكم من 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 الزاوية بتاعت الاستثمار، انكم مستثمرين في المجال بتاع الـ SMEs؟ طيب احنا طبعا يا هو طابع شغلنا انه البروسيس بتاعت الاستثمار وفي الستارت ابس 80% من الحاجه اللي احنا بنعملها هي دراسات وريسك ميتيجيشن، لانه بالطابع بتاع الستارت اب نسبة الستارت ابس اللي بتتكون وبعد شويه مثلا ممكن تحصل مشاكل بين الكوفاوندرز، ممكن ممكن تجيف لأي سبب من الأسباب، ممكن كده الريسكس بتكون كبيرة جدا، وكل ما الستارت اب عظمه يقوى وتمشي لقدام كل ما الريسكس بتبدأ تقل. فإحنا كونه إنه نعمل سكرينينج ونعمل الديو ديليجنس حقنا ونعمل البروسس ده مرات بياخد شهور، فعشان كده من ناحية نيجاتيف يعني الحاجة الوحيدة اللي احنا حسينا بها هو كان انه مثلا في حاجات كثيرة كانت شغالة وقفت، اللي هي في الديو ديليجنس، في الدراسات، في النيغوشيشنز مع الستارت ابس وكده، وممكن دي تضطرنا انه كثير من الشغل نعيده ثاني بنظرة مختلفة للريسكس الجديدة ظهرت ما كنا خاتين لها حسابنا. يعني اي بزنس ممكن يكون فيه person to person interaction كثير، الريسك فاكتور فيه زاد كثير جدا. لكن الحاجة البوزيتيف فيه انه طبعا الريسكس والمشاكل دائما بتولد فرص جديدة. صحيح. و new opportunities are looking for someone to take advantage. إذا أنت ما استثمرت أو ما عملت حاجة to capture the opportunity دي غيرك هيعمل. فما شاء الله كمية كبيرة من الستارتابس والهاكاثونز والكده دارت حوالين موضوع الكورونا فيروس، وبدأت تطلع منا أفكار جديدة تحل المشاكل الحاصلة. ف we're starting مع إنه مثلا الابليكيشنز بالنسبة لنا قلت، لكن حسي we're starting to see applications زيادة بالنسبة للناس والستارتابس الجديدة جات to respond للقصة بتاعت الكورونا فيروس. فهو يعني it's a balancing act، شالت مننا بيجاي لكن ادتنا بيجاي. صحيح. طيب سؤال تاني سريع لك يا خالد، تفتكر انه يعني شكل البورتفوليو بتاعك considering الكوفيد 19 حسنا and the potential crisis in the future، يعني similar كوفيد 19 similar crisis، هل دي عندها اثر على البورتفوليو بتاعك؟ يعني what kind of investments انت تعملها مثلا يعني relation to this؟ هي بتديني للأسف الشديد بتديني risk factors زيادة to take into account. ونحن والحمد لله البلد ماشي في تحسن، لكن الريسك فاكتورز زي ما بقولوا الفيها مكفياها. ف
It's a problem بالنسبة لنا لأنه to put things into context إحنا كنا بنتعاون مثلا مع venture capital firm تعتبر صغيرة في سيليكون فالي. then the applications وهم specialized في area معينة في التكنولوجي. then بيجيهم 3000 applications في الشهر for funding. وقصة الـ venture capital والـ startups والـ risks العالية هي it's a numbers game. كل ما انت استثمرت في شركات أكثر الـ likelihood بتاع الـ success بتاع واحدة أو اثنين بيشيلوا لك التانيات they did not succeed. صحيح. فهم لما يجيهم 3000 application في الشهر ويعملوا funding لواحد في المية بيعملوا funding لـ 30 startup كل شهر. إحنا لو قدرنا نعمل بل شايفين الحسي مثلاً 30 funding ل 30 شركة in one or two years بنكون we're very happy لأن السودان لسه السوق كفاية السوق ما ناضج بما فيه الكفاية و part of الحاجة دي كان مثلاً ممكن يكون من العملة والinflation اللي هي is still an issue في معالجات شغالة وإن شاء الله يعني تنجح ويكون في شوية financial stability. الحاجات الثانية إنه إحنا because ما في كمية كبيرة من ال startups we cannot specialize في a certain field. يعني ما ممكن نقول إنه إحنا حنمول بس ال agricultural startups. And because of that تعرف يا خالد شايف في مستمعين كتار او مشاهدين كتار قالوا عايزين يعني ركز لهم على الكلام بالعربي شويه اكثر من بالانجليزي جدا معلش. جدا ما في مشكله فاحنا ما بنقدر نركز في هنا في صياغ واحد انه مثلا نقول انه احنا ما حنمول الا الشركات الزراعيه ونتخصص في التمويل الزراعي او مثلا في الصناعات او في كده او في كده لعدم وجود شركات ناشئة بما فيه الكفاية صحيح عشان احنا نتخير منها فالقصة دي يعني عشان نواجه القصة دي بنقوم بنفتح الباب لكل الشركات انها تقدم للتمويل ودايرين اكبر عدد من الشركات تقدم حسي بالحاصل مثلا في القصة بتاعت الكورونا دي أو لو جاء لا قدر الله زيها لقدام بتشكل لنا مشكلة لأنه مثلا إحنا حسي عارفين قصة التباعد المجتمعي فأنا إذا جاي دائرة مولي مثلا مطعم أو حاجة لها علاقة يعني بالإنترتينمنت ولا كده هي حاجة حتلم لي ناس كتار في حتة واحدة ما حقدر لأنه دي فئات وبزنسز مضررة وما معروف إنه مثلا تشتغل تاني بتكمل كامل بتاعها 200 فدي بتنغص علي الاختيارات بتاعتي اللي هي أساسا ما كانت كافية طيب أنا في البداية معليش مع قبلك مفروض أعتذر على حاجتين أساسيات الحاجة الأولى التأخير في اللوجن بتاعنا للبرنامج ودي كان purely the technical issues يعني زوم عمل معي حركات مش ولا بد لكن الحمد لله في النهاية يعني هزمنا وقدرنا نخش تاني لكن برضو قرر إنه ما يشغل الكاميرا بتاعتي ف you will have to settle to my voice حيكون راجل غامض جدا الليلة يعني طيب اخوتنا سارة عبد الله قبلك ما كانت حصل لي لوقف فيا ريت لو تو انتروديوس يور سيلف ويور بزنس عشان نخش برضه في الاسئله الجايه ان شاء الله مرحبا بك مره ثانيه اتفضلي قدمي نفسك وقدمي البزنس بتاعك اوكي شكرا لكم كثير الفرصه الجميله دي
أنا سارة عبد الله مستعيد founder of Hawaii. سامعيني يا حسام؟ سامعينك لكن صوتي بيقطع شوية. لو الشبكة عندك تعبانة ممكن تكفي. أيوة سامعينك لكن لو الشبكة عندك تعبانة شوية ممكن تكفي لل. تكفي للفيديو. ألو؟ أنت شكلك ما سامعانا كويس. ألو؟ طيب أوكي. كده كيف؟ كيف سامعني؟ أحسن شوية لكن برضو الصوت بيقطع. لكن go ahead. طيب أوكي. دواي. كده ممتاز. طيب البيزنس حقي جات فكرته من قبل 6 شهور. صوتك قطع تاني. كده سامعني كويس؟ والله صوتك بيقطع شكله الشبكة عندك. كان كده سامعني يا اخواني صح؟ لا لا كده كويس. جو اهيد. هلو. ايوه معاك. كده ممتاز. تمام كويس. تمام. طيب انا سارة. تمام. انا سارة عبد الله فاوندر اوف دوائي. الفكره كان جات قبل 6 شهور. كان هي سبيشال ريزونز. كان الوالد ربنا يرحمه كان بنفتش عن دواء. اخذنا حكايه بتاعت 4 ساعات بنفتش عن الدواء لحد ما لقيناه. وده أثر. كان لقيناه بعد 6 ساعات من البحث المستمر. تمام. فكان حتى أثر على صحته. كان سبب كان cause of this من دلالة كلها. طيب جات الفكرة في إنه ليه نحنا ما نعمل منصة للدواء بحيث إنه أي زول بيفتش عن دواء إنه كل اللي عليه إنه يكتب اسم الدواء ويبحث عنه. تمام. المنصة يكون نقدر نجمع فيها عدد كبير من الصيادلة بحيث إنه نقلل الزمن بتاع البحث عن الدواء. تمام. الفكرة كانت إنه هي عبارة عن عدد من الشانلز. يعني إحنا عدد من القنوات نحن هنبث فيها إنه الناس تتمكن إنها تفتش فيها عن الدواء عبر الفيسبوك، عبر صفحة الدوائي، عبر الواتساب، حتى الكول سنتر، حتى الأبليكيشن إن شاء الله. تمام. اخذنا فيها الببلش كان قبل 2 شهر. الحمد لله كان عملنا ببلش للصفحه والواتساب والحمد لله. الحمد لله حسي فيها حوالي 8000 سبسكرايبر. طيب الفكره كلها ان احنا دايرين، نحن كلنا عارفين مشكله الدواء، كلنا بناخذ كميه من الساعات نحن بنبحث عن دواء معين لحد ما نلقاه، وحتى بنوصي شوفوا لنا معاكم الدواء ده، شوفوا الدواء ده. تمام. الفكرة كلها انك انت كل اللي عليك بتخش الصفحة وبتخش الابليكيشن بتكتب اسم الدواء وبتعمل سند. في نفس اللحظة هيصل الريكوست بتاعك للمنصة بتاعت الصيادلة. طوالي اول صيدلي اقرب صيدلي ليك هو هيرد عليك باسم الدواء. دي عشان نقلل الزمن حق البحث، نقلل الافورت اللي بياخده الناس. يعني جميل. ساكن في الكلاغلب. الشبكة بتاعتك برضو تاني. يعني اطلعي في البلكونة كده يا سارة. من الكلاغلب تيجي لحد. تمام. دي هي فكرة مصغرة عنه عن ال. جميل. مشكلة كبيرة. لا لا واضح 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 الفكرة تماما. طيب زين فورجي ما داري نقطع في زين لكن طيب داير ارجع برضو لخالد. خالد. ايوه خالد 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 الطيب. خالد سوري خالد اي خالد الطيب بسؤال عن الـ supply chain. يعني انت بتتكلم عن انه قلت البزنس بتاعك is Africa oriented بشكل كبير،
فداير اعرف وهو طبعا بزنس زراعي، وانا بتذكر بين الشرح شرحته لي برضو عنده اعتماد كبير على انه يكون في very fluid and efficient supply chain. فالاثر بتاع الكوفيد 19 كان على الـ على الـ على الـ على الشغل بتاعك من الناحيه بتاعت السبلاي تشين سبيسيفيكلي، وهل كان في معالجات للحاجه دي عملتوها وشكلها كان شنو؟ طيب ايوه هدي ايوه هو اكيد طبعا في كان أثر كبير في الفترة بتاعت الكوفيد 19. والحاجة الكويسة إنه في جزء كان بوزيتيف وجزء نيجاتيف. أنا شايف إنه جزء بوزيتيف كان أكبر. الفكرة بتاع المشكلة بتاعت السبلاي تشين كان أكبر مشكلة لقتنا، موضوع نحن بالنسبة لنا ذاته أول مشكلة كان الحركة بالنسبة لنا صعبة. يعني ما كان عندنا تصاريح. ده بخصوص والحاجة أنا استكيت في أنا كان خلصت يعني thankfully أنا خلصت كنت في كينيا وخلصت الماركت ريسيرش وكنت شغال هنا على أساس إنه محتاج كان أمشي أعمل ميتينجز مع فارمرز وكده، كلها كانت مناطق بعيدة محتاجة مني سفر وتصاريح ودائرة. فبقت المشكلة إنه أنا أول حاجة ما كنت حقدر طبعا ألاقي ناس في الظروف المعروفة للناس دي كلها، صعب أمشي ألاقي ناس ما بعرفهم بقعد معهم أشوف مشاكلهم شنو كده. دي كانت المشكلة الأساسية. كان بالنسبه لنا الترانسبورت، نحن لسه طبعا ما كان بدينا انه نعمل اي موبيلايزيشن او نعمل اي يعني ما اشترينا حاجه وكده عشان نحركه وكده، فما لاقتنا. لكن قدرنا نفهم السبلاي تشين يعني انا لما شفتها في وضع فيه تشالنجز اوريدي، فعرفت المشاكل اللي كانت حاصله مثلا بالنسبه للبرودكتس، وعرفت قدر شنو الناس دي هسه حاليا يتاثروا. حتى الافكتس الاثر حاصله لحد يوم اللي هم الناس دي متاثرين، لانه كان جزء من ال channels حقت الفارمرز إنه هم إنه كان السوق بتاع التصدير. يعني في دول مثلا زي الأردن، مثلا زي مصر مرات بياخدوا بعض البرودكتس زي دول الخليج. السنة دي مثلا الحركة ضعيفة جدا وفترة كانت واقفة، اشتغلت بعد العيد. فقدرنا نشوف المشاكل الحاصلة يعني من يعني اتخطينا طوالي في تشالنج يعني. طيب ده الشيء الحاصل حس حاليا. طيب لو قلنا in the future يعني في شنو يعني measurements ممكن تحاولوا تجهزوا بها نفسكم لكرايسيس زي دي، سواء كانت كوفيد 19 أو security crisis، لأنه برضو البلد مرت بتجارب زي دي مؤخرا. ففي شنو ممكن أنتوا تقدروا تعملوا؟ والسؤال بعدك برضو هنقوله لمروان في نفس الاريا بتاعت السبلاي تشين. احنا هسه فكرنا صراحه الجزء زي الفتره اللي فاتت دي كنا يا هلم متحركين، بقينا كان ليميتد انه نتحرك جوا الخرطوم. ففي شويه تريبس قدرت اعملها برا، تحركت مع زول عنده تصريح فتسهلت شويه. الحقيقه دايرين نعملها انه دايرين تفوكس على لوكال ماركت بدرجه اكبر، لان احنا كنا مركزين على البروسيسنج وعلى الاكسبورت. فاكتشفنا انه ممكن يوم من ايام الاكسبورت ده ما يكون افيلبل لأسباب كتير شديد. فعملنا في حسابنا اللوكال ماركت we have to consider. وخطينا الحاجة الثانية إنه برضو محتاجين برضو نركز في الجانب بتاع البروسيسنج، باعتباره نقدر نعمل preservation للبرودكتس، لأنه بالنسبة لنا البريشابلز دي أول الحاجات البستانية دي كلها قابل إنها تبوظ وزمنها ضيق شديد. فبالنسبة لنا برضو خطينا السبيقت من المين زي ما بقولوا فاكتورز بالنسبه لنا، انه احنا لازم وي هاف تو كونسيدر البروسيسنج، ما يكون حاجه سكندري، يكون حاجه بيزك، لانه ممكن لو حصل اي حاجه وقفت السبلاي تشين او حصل اي مشكله احنا محتاجين برضو نقدر تو سكيور البرودكت انه ما يضيع مننا، ما يبقى ويست، لانه هو البيزنس كله قايم على الكاتنج الويست. فحنشتغل اكثر شيء في البروسيسنج وادريسنج برضو اللوكال ماركتس، انه لانه لقينا فيها برضو تشانس يعني. جميل. طيب مروان برجع لك السؤال ده برضو، انه الاثر في السبلاي تشين كان بتاع الكوفيد 19 عليكم شنو، واذا عندكم ميجرمنتس ممكن تاخدوها في المستقبل لمجابهه التحديات زي دي ممكن تكون شنو؟ اوكي. طيب القصه بتاعت السبلاي تشين دي كان مرهقه شديد،
كوني إنه كل المعابر بقت مقفولة، فاضطرينا إنه نقلل الرينج بتاع البرودكتس. إن إحنا بعمليات إن إحنا شغالين بهايبريد بيزنس موديل اللي هو كومباينينج بين السيرفيسز والبرودكتس في الماركت بتاعنا أو الماركت بتاع الإنجنييرينج والفاسيليتيز والستراكشرز عموما. فالموضوع ده بيجي بالنسبة للبرودكتس اللي نحن بنوصلها، كان لازم نرجع للسبلايرز بتاعنا على سن نشوف الحاجات اللي في منها ستوك كبير والديماند بتاعها كويس وبنقدر انه نعمل لها ديليفري للاند كاستومر، فدي كنا عاملين لها زي ما بيقولوا عرض. اما بالنسبه للحاجات اللي فيها شورتج وممكن زي ما بيقولوا تقطع بعد فتره، وبالنسبه لاغلاق المعابر ما حنقدر نجيبها من برا، فدي كلها عملنا لها سسبند ووقفناها. فالحاجه دي يعني من رينج بتاع 100 ايتم او 100 برودكت، احنا يمكن قللنا الموضوع ده less than 50% في البلاتفورم او في السايت بتاعنا. بعد ذاك بقى الثاني الفيس الثاني انه بقينا نقدم السيرفيسز بتاعتنا باي فون، مقللين السايت فيزيتس لاقل درجه ممكنه، انه الكونتاكت بتاعنا بيكون مع الكاستمر يا باي ويب سايت او باي فون او واتساب بزنس، على اساس انه نطبق القواعد بتاعت التباعد الاجتماعي وانه نقلل الحركه بتاعتنا. واضطرينا انه نفتح كم اوبشن للاستلام بتاع القروش على اساس انه تسهل الحركه بتاعتنا. المشكله بعد ذلك بقت انه الخرطوم زي ما انت عارف مقسمه لثلاثه اجزاء، ف في حاجات كثيرة الستورج بتاعك بيكون في بحري والكاستمر في عمان، فدي كان من المشاكل الكبيرة اللي بتواجهنا. فإن the future إن شاء الله we'll try إنه نحسن من ال distribution channels بتاعتنا، على أساس إنه إذا حصلت حاجة زي دي تاني إنه نقدر نوصل للكاستمر بتاعنا نقدم له الفاليو اللي إحنا بنقدمه في أسرع زمن، وفي نفس الوقت نكون جاهزين. يعني إذا تقفل زي ما بيقولوا الكباري وانفصلت المدن الثلاثة أي واحدة براها، نحن نكون عندنا تيمز في أي بارت ونقدر نعمل بروسيس لكل الأكتيفيتيز بتاعتها. جميل. طيب ده بيقودني برضو لسؤال سريع يمكن برضو بوجهه لكم أنتم الاثنين، خالد وخالد عبد القادر ومروان، اللي هو عنده علاقة بالاستخدام بتاع التكنولوجيا وكيف هي كانت بالنسبة لكم حل أو مشكلة خلال الفترة الفاتت دي في إدارة العمل بتاعكم والتواصل مع الكاستمرز وكده. يمكن مروان شوية هبش على الموضوع ده لكن I want to zoom in عليه شوية. يعني نبدأ بخالد وتاني نرجع لمروان. ما عارف سارة برضو ما ظاهر لسه. بالنسبة لنا الكوميونيكيشن كان يعني هو اكتر شيء احنا شغلنا انه موصلي فيه دايركت كوميونيكيشن مع الكلاينتس حقنا، فيه هاندلينج بتاع حاجات وفيه وكده. فالتكنولوجيا بالنسبه لنا حتكون اكتر شيء في التواصل مع نحن كتيم اكتر، لانه الفارمرز برضو موضوع انه هم يكون عندهم مثلا اكسس للتكنولوجيا كده، دي واحده من التشالنجز. فساعدتنا اكتر شيء ساعدتنا في الجانب ممكن يكون الجانب المرتبط بالأوفيس ورك، إنه مثلاً نكون شغالين بفلات بلاتفورمز أونلاين مثلاً، يشتغل مثلاً نركز إنه نبقى بيبرلس ما يكون مرتبطين مثلاً بلوكيشن معين. as managing the business أكتر من إنه مثلاً الديتيلز حق الدي تو دي حتكون ستيل محتاجين يكون في كوميونيكيشن، لأنه الشغل هو في طبيعته في شوية فيزيكال أكتيفيتي في ناحية إنه هاندلينج الماتيريالز ونساعدهم في جزء منها تكنيكال سبورت. فساعدتنا اكثر شيء صراحه في زي ما قلت في الموضوع بتاع المانجمنت حق البيزنس اكثر. جميل. ومروان اوكي. طيب بالنسبه لليوزج بتاع التكنولوجي، انه بالنسبه للباك اوفيس بتاعنا نحن في الفتره الاخيره بقينا شغالين الميتينجز بزوم
والفايلز والدي تو دي ورك بتاع الشركه بالبلاتفورم بتاع زوهو، اللي هي كان كل البيبر قاعد اونلاين كل الايام بتخش تعدل، اي زول بيشوف التاسكات المفروض يعملها يوميا شنو، وبنتابع مع بعض. بالنسبه للكاستمر او اليوزر بتاعنا، احنا موفرين ويب سايت على اساس انه يعمل براوزنج لكل الحاجات اللي هو محتاجها سواء سيرفيسز او برودكتس. دي بتقلل عليه الزمن اللي بيقضيه في السيرشنج للحاجات دي. وزي ما قلنا انه انت ما بتكون محتاج انه تطلع برا تشوف الماركت او تدو اني فيزيكال اكتيفيتيز، كل الحاجات دي احنا اختصرناها في ويب سايت. اذا واجهتك اي ديفيكولتيز بعد ذاك يو كان يوز واتساب بزنس او فون كولز او حساباتنا على السوشيال ميديا، ده كله عشان نقلل الاثر بتاع الحاجه دي ونقلل عليك المجهود بتاع ان انت تطلع وتفتش على الحاجه دي وترجع ويمكن تلقى ويمكن ما تلقى. And even انه بقينا نقدم خدمه بتاعت free consultancy، اذا حاجه احنا ما موجوده عندنا بنقدر ندير لك او بالضبط ممكن تلقاها وين، دي for free مقدمه مننا. ممتاز ممتاز. والحاجه دي اثارها كان شنو يا مروان على يعني الفيدباك اللي جاكم من الكاستمرز بتاع عندكم وكده؟ هل قدروا يتعاملوا مع الحلول التقنيه دي بشكل اسهل، ولا هم كانوا بيفضلوا الفيس تو فيس كوميونيكيشن يعني؟ طيب الحلول التقنيه دي كلها في الموضوع بتاع التكنولوجيا هي عباره عن فانل، ان الكاستمر بيوصل بيك بيوصل لك عن طريقه لحد عندك، سواء الويب سايت او سواء الواتساب بزنس او السوشيال ميديا او اي حاجه. فبعد ذلك اذا كان في حاجه ملحه انه انت توصله اونلاين او توصله اوفلاين في محله، ف عملنا سيستم كويس على اساس انه من وان فيزيت او وان سايت انسبكشن انه انا اخذ كل الانكويريز كل المعلومات اللي انا محتاجها واديك كل الفيدباك اللي انت عايزه. بعد ذلك اف يو وانت تو بروسيس العمليه دي، الباقي بيوصلك زي ما يقولوا بكفاءه عاليه وبدون فيزيكال اكتيفيتيز او فيس تو فيس ميتينجز كثيره. جميل. طيب انا داير انتقل للحته بتاعت الـ الـ اللي هو اللي عندها علاقه بالموارد البشريه وادارتها خلال الفتره اللي فاتت دي، وبسال السؤال لخالد مامون اللي هو يعني كيف كانت التجربه بتاعت الشغل من البيت زي ما بقولوا، والبلاتفورمز اللي انتوا استعملتوها او البرامج اللي انتوا استعملتوها للحاجه دي لو كان في برامج موجوده، والحاجه دي برضو اثرها كان يعني ممكن يكون شنو على الانتاج والانتاجيه بتاعتكم. يتفضل خالد. جدا. احنا اشتغلنا من البيت يا هو الفتره بتاعت شهرين ثلاثة شهور، وكانت في الاول طبعا غريبه، بعد شويه خلاص الناس زي ما بيقولوا بتتعود، موصلي عن طريق التلفون والإيميل وزوم. ولكن في حاجات يعني بيقول لك مرات إنه الكلام مع الناس والinterpersonal communication 85% منه non-verbal غير مسموع، هو من الطريقة من البودي لانجويج من الكلام ده. فالكاميرا بتعوض شوية لكن ما بتدي أي حاجة. ودي بالذات طرقنا في الحتة بتاعت في الهيومن ريسورسز في الحتة بتاعت التدريب بالنسبة للاناليسس للكلام زي ده، انه انت لما تكون دار تشرح لزول طريقتك وبتعمل الحاجه دي كيف وليه وكده لا دي جيبها هنا ودي وديها هنا وفي سبريد شيتس وفي كلام زي ده، لما تكون قاعد جنب زول اسهل كثير من الوسائل الالكترونيه، هي بتسهل لكن ما ريبليسمنت بالنسبه لنا 100%. صحيح.
فإلى الآن ما بطالة، لكن طبعاً هناك ربنا يرفع عننا البلاء ونقدر نقدر نقعد لنا في مكتب واحد. لا صحيح. طيب الحاجة دي يعني in the future أو في خلال الفترات الجاية دي والمستقبل لأي درجة حتواصلوا فيها أو حتوقفوها كل يعني؟ هو إحنا لقينا إنه بتسمح لنا إنه نوظف الكوادر والريسورسز اللي عندنا بطريقة أحسن، بدل ما الناس كلها تجي تقعد في المكتب، اللي عنده سايت فيزيت يمشي سايت فيزيت، اللي عنده انترفيو يقدر يمشي الانترفيو كذا، إذا محتاجين لزول في أي لحظة، إذا محتاجين لدوكيمنت، إذا محتاجين لكذا بنقدر نتحصل عليها. فهي بقى ممكن تقول إنه لقدام حيكون في efficiency أكثر شوية، وكل ما الناس تاخد عليها وتبدا تغير نمط الشغل ذاته بتاعها حتستفيد منها اكثر. لكن بالنسبه لنا في حاجات برضو ما بتتعوض. لا صحيح صحيح. ما زين تنتهي قريب. طيب يا خالد سؤال ثاني قبل ما نمشي لباقي الشباب، هل الفترة دي اضطرتكم انكم تتخلوا عن يعني موظفين؟ يعني كان الضغط اللي حصل ده يعني هل اضطركم انكم تتخلوا عن موظفين معينين في مجالات مختلفة؟ واذا تخليتوا عن موظفين كانوا فياتوا مجال من العمل يعني؟ احنا الحمد لله لا في شركتنا احنا دايركت لا في البورتفوليو كومبانيز ما في هناك ما كان في أي تسريح أو ما تخلينا عن أي زول، ولكن الحاجة اللي عملتها إنه هناك ما في توظيف جديد. أي إحنا كان عندنا في كم حتة ممكن يكون وظائف فاتحة، كلنا قررنا إنه يا إخواننا كده نستنى نشوف القصة دي بتمشي على وين، لأنه دي بعد ذلك بتبقى مسؤولية. صحيح. وبالذات انه في بدايه القصه دي كان يعني ما معروف مدى خطوره الفيروس وطريقه التعامل معه، ف في uncertainty كبير جدا. كل ما الزمن ماشي لقدام كل ما العرفه وطريقه التعامل والكذا بتزيد، وبتخليك انت تقدر تتخيل اوكي انه والله يا اخي بعد الفتره الفلانيه. وفي بالعكس يعني مثلا في واحده من البورتفوليو كومبانيز حقتنا هي بتقدم سيرفيسز، بتتقدم في مثلا مراكز بتاعه جمهور بتجي تقدمها لك في البيت، فحاجه زي دي استفادت، بل بالعكس بتكون دايره انه توظف ناس زياده. فبعد فترة أنا أظن لي يعني بعد شهر شهرين ولا كده ممكن إنه الهايرينج فريز ده يكون اتفك أو انتهى. طيب بنقول السؤال ده برضو لخالد ومروان وسارة تاني جات راجع. الأثر كان بتاع الشغل من البيت على البيزنس بتاعكم، وانتوا برضو كنتوا بتستخدموا مثلا نيات بلاتفورم، ومروان قبل شيء اتكلم عن الحاجة دي، عندي سؤال تاني لمروان، لكن نسمع من سارة اول اذا قدرت تجاوب لنا انه يعني الاثر بتاع الشغل من البيت كان على البيزنس بتاعك كيف، وكيف انتوا قدرتوا يعني تشتغلوا خلال الفترة دي وبياتوا تكنولوجي وكده. طيب السلام عليكم، كيف سامعيني كويس؟ لا سامعيني كويس خالص. مشيت السطوح ولا شنو؟ ممتاز والله في البلكونة. طيب اوكي، اول حاجه طيب نتكلم عن الاثر انه حته انه الناس تشتغل من البيت. طبعا هي عندها بوزيتيف ونيجاتيف، عندها ميزات ايجابيه وسلبيه. الحاجات البوزيتيف انه انت بتقدر شنو
تقدر تسكيب الزمن اللي بيروح في المواصلات لحد ما الناس تصل، تمام. عندك برضو الشغل اللي بيكون بعد الدوام بالمساء كده، فهو من البيت أسهل. لكن في نفس الوقت في مشاكل اللي كلنا نحن عارفينها، ناس مشاكل الكهرباء، الإنترنت زي ما شايفين هسه، في برضو الالتزامات المنزلية، يعني إنه أنت مثلا أنت عندك تيم مكون من 10 أنفار، ما بتقدر تكون جرانتي 100% إنه العشرة أنفار دي هم هيقدروا يشتغلوا لك حتى 6 ساعات في اليوم تكون فولي للبزنس. فدي أثرت لنا في حتة إنه برضو طبعا كورونا الناس حذرت بقى ما قادر الناس تمرق، أثر على التيم ووركينج شديد، إنه في النهاية الناس دايرة تقعد، التيم داير يقعد مع بعض، داير نتفاكروا في السيرفيسز المفروض تطلع كده. كنا في البلاتفورمز، كنا شغالين في قصة ياهو بالواتساب، بالفيسبوك، بسرو الزوم، الميتينج بالسكايب، هي بتغطي بنسبة 50%، لكن ما بتغطي لك كل النيتس بتاعتك. يعني انت لإيصال المعلومة ممكن تصل، لكن للنيغوشيشنز لكده النقاشات اللي بتحصل بين التيمز، فدي كان هي كان مشكلة كبيرة شديد. حاولنا نحن نعمل كبر ياهو بالتكنولوجيز الموجودة. ده بالنسبة لتأثير الهوم ووركينج للتيم. لكن الأثر بتاع الهوم ووركينج بالنسبة لدوائي للمشروع ذاته، طبعا هنا بقول لهم انه يعني كورونا ديتنا بميزات وبسلبيات، الناس كلها بتزعل من الحتة دي، لكن لا، في النهاية الناس تحاول ان كل ما تحصل مشكلة لازم الناس تحاول انه تريكفر المشكلة دي، وبالعكس يكريتوا او ينشوا فرص جديدة، opportunities كمية بتصهر، اللي هي شروع شنو انه مثلا عندنا في الفكرة حقتنا انه المنصة بتاعت الادوية اللي هم الصيادلة، كان الكونتاكت الاول قبل كورونا كان الكونتاكت تمشي فيزيكال فيزيت عادية، تمشي للصيدلية تتفق معاه انه انت هتجون اسمع تكون معانا في البزنس بتاعنا كده. في كورونا قمنا حاولنا نعمل شنو، حاولنا نعمل منصة الصيادلة يسجلوا ويخشوا فيها، تمام كده. انا بضمن الريسبونس حقهم لانه بيكون عالي. في نفس الوقت يعني تخيل معي انت هسه مثلا عايز تمشي تعمل استعمل كفر لي مثلا منطقه الخرطوم شرق مثلا، دي انت عشان تعملها فيزيكال فيزيت كده بتاخذ لك حكايه 6 ايام، لكن لما تلقى الكونتاكت بتاعت الصيادله هم ناس هيلفول شديد، يعني انه كل صيدلي بوريك الارقام حقت الصيادله معاهم، يعني قدرنا نعمل كفرنج للخرطوم يعني بنسبه 50% في مده وجيزه اللي هي كان في شهر، which is انه حاجه دي لو كان فيزيكال فيزيت نحن كان شهور ما هتكفينا، وطبعا هتحتاج كميه من البنزين الامبلويز اللي بتعينوا وكده. فدي كانت من المحاسن حقت كورونا، نحن سرو ميديا قدرنا سرو ميديا، وعندنا بلاتفورم كريتناها اللي هي زي كلاود سيرفيس كده، قدرنا ندخل فيها كل الصيادلة. ممتاز. طيب انا هضطر ارجع تاني لخالد مامون بسؤال برضو سريع. لو عندك مور كومنتس في الحته بتاعت الاتشار دي ممكن ناخدها، لكن برضو عندي سؤال ممكن تلحقه لكلامك برضو، اللي هو عنده علاقه بالاوفيس ارينجمنت نفسها اللي هو ترتيبات المكتب وكده. هل الكورونا دي برضو حيكون عندها أثر على الترتيبات الإدارية للمكتب يعني الديسكس حتكون قاعدة كيف والحاجات دي، ولا السبيس نفسه حيتغير شكله كيف نتيجة للترتيبات بتاعت الكورونا الآن وفي المستقبل كذلك؟ طيب احنا بالنسبة لنا حسب بقى السبيس يوتيلايزيشن مشكلة، يعني مثلا كمثال بسيط بدل ما نجيب لنا ورك ستيشنز انواع 4 أنفار في ورك ستيشن واحدة ولا كده، بنضطر انه لازم نجيب separate desks ونعمل مسافة ما بين الديسك والديسك، اللي هي دي بتدخلك في انك ممكن تكون محتاج لمكتب اكبر او مساحة زيادة او كده، او
برضو من الهيلث اسبكت انه يا اخواننا طيب اذا انت ما قاعد في مكتب براك اي زول يجي خاشي تعال خاشي بماسك الناس اللي بتتبعوا الحاجات دي في الناس اللي بيقول لك يا اخي عليك الله خلينا ف اتس ورك ان بروجرس لكن يا هو بعد شويه لازم الزول يشوف له صيغه انه ايذر السبيس ريكويرمنتس زادت والناس بقت محتاجه لمكاتب اكبر او يبقى جزء من الستاف ريموت وجزء من الستاف في المكتب to be able to utilize نفس المساحه. ف دي ناي دي كونسيدريشن حقيقيه. وانا النقطه اللي كنت دار ازيدها هي في يعني في الحته دي برضو او بتهبش في الحته دي انه التكنولوجي سمحت لنا انه احنا نواصل شغلنا في الفتره بتاعت القفله لكن في نفس الوقت التكنولوجي بتجي بالمساوئ حقتها او بالنيجاتيفز حقتها. صحيح. لانه الحاجه اللي بيشتكوا منها معظم التيم ومعظم الناس اللي انا يعني بتعامل معاهم وكده انه انت دائما ريتشابل ودائما متواجد ودائما ممكن ترد على ايميل. صحيح. فالقصه دي بتعمل خلل في الورك لايف بالانس بالذات انه الناس تحت ضغط نفسي رهيب وما معروف العالم ماشي لوين وزول بقى حاسي نفسه زي السجين وقاعد في البيت اليوم كله فانت عشان تشغل نفسك بيقوم بتشتغل في شغلة وبرا مواعيد شغلك بتشتغل في شغلك تاني فزول يقول لك يا أخي معقولة برسل لي إنه الساعة 11 بالليل يا أخي خلينا نقعد نتعشى نشوف الأولاد نسوي دي ممكن تكون شوية من النيجاتيفز إنه بيبقى ما في بارير لأنه أنت خلاص ما في حاجة يصير معنا كنت في المكتب ومشيت البيت كده الورق ده قاعد في المكتب بشوفه لك الصباح بتاع هنا دي اتلاشت اللي هي كويسة لكن in the long run ممكن تكون هناك تأثر يعني آثار سلبية على الامبلويز. صحيح. طيب أنا عندي سؤال يمكن ده آخر سؤالين قبل ما نبدأ نجاوب الأسئلة بتاعت الجمهور إنه طيب إذا كان ده الوضع الحاصل ومتوقع إنه للأسف متوقع إنه سيناريوهات زي السيناريو المرة علينا ده يتكرر تاني في المستقبل تفتكر في شنو الحكومة ممكن تخلقها كسياسات أو تغيير فيها بحيث إنه تحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة من الآثار بتاعت كوارث زي اللي إحنا بنمر بها دي؟ ممكن أبدأ السؤال ده بخالد وسارة وتاني حاجة راجع لمروان وإبراهيم إذا في لأنه ده أفتكر من الأسئلة المهمة جدا إنه السياسات بتاعت الحكومة المفروض يحصل فيها تغيير شنو ممكن ده حتى يطلع بعد كده كمان من التوصيات من النقاش. فأبدأ بخالد وبعديه وسارة. بالنسبة لدور الحكومة في الفترة دي أكتر شيء ممكن تساعدنا في الموضوع موضوع السبلاي تشينز تساعدنا في موضوع اللوجيستكس تساعدنا برضو في الأكسس تو ماركتس برضو يعني إنه نقدر نوصل بضاعتنا للسوق لأنه لما نحصل لوك داون بتحصل مشاكل بتحصل حتى زي ما شفنا كان في مشكلة حتى بالنسبة للفيول حتى الترحيل لأنه معظم مناطق الإنتاج في السودان بعيدة جدا من الأسواق فأكتر شيء لقينا سبورت يعني في موضوع الترحيل إنه بضاعة نوصل السوق لأن إحنا بالنسبة لنا التكنولوجيا حقتنا شغالين بها في الستوريج ذاته أو حتى في البروسيس المصلحة تكون powered by solar energy فما حيكون عندنا مشكلة في اللوكيشن ذاته سبق مشكلتنا كلها كيف ننقل البرودكت نساعد الفارمر إنه يوصل والدور بتاع الحكومة هنا شنو بالضبط ممكن يكون في الحتة بتاعت الترحيل دي التقبيل كان اتكلمت على الحتة بتاعت البرميشنز وكده ممكن ده يكون أيوة. واحد منه أيوة النقطة الأولى إنه إحنا مثلاً ناخد مثلاً برميشنز لأنه أنا صراحة ما قدرت كان بصعوبة شديدة تحركت حتى مع زول عنده تصريح فكان أول مشكلة إن إحنا ما قدرنا نلقى برميشنز الحاجة الثانية ممكن
الناس اللي كان عندها تصاريح تقريبا اكثر من الناس اللي ما كان عندهم تصاريح. هو بس انا يعني فعلا هو دي الحقيقه هذا كان، لكن كان صعب نزول يصلي فعلا. جميل. طيب نمشي لساره. طيب بتفتكري شنو، اجين بكرر لك السؤال، انه في شنو ممكن الحكومه تعملوا كسياسات عشان تحميكم انتو كشركه ناشئه من اثار الكوارث زي الكورونا ده؟ طيب انا صراحه كنت مشيت في الموضوع ده شويه، اللي هو موضوع الاي سيرفيس اللي هي الكترونيك سيرفيسز. مفترض ان الحكومه توفر كميه من الالكترونيك سيرفيس او تكون شويه انفولف في قصه الالكترونيك سيرفيسز دي. ليه؟ لانه هي بتديك بتسهل الاكسس سواء كان من البيت او فيزيكال اكسس. يعني مثلا انا كان لقيت مثلا المشاكل بتاعه مثلا الصيادله، تمام، الصيادله ان نحن بقينا بنحاول ان نحن نلم الصيادله مع السبلاي تشين الكبار، يعني مثلا زي الامدادات، زي مركز الدوار، زي الصيدليات الكبيره اللي بتكون في المستشفيات، تمام. فانت لما تمشي انديفيدوال وتعرض فكره زي دي، ده بياخذ زمن طويل جدا. لكن انا كنت ساعي انه لو هي كانت بنتها مثلا وزاره الصحه، تمام، او من الصيادله الكبار، انه يتبنوا الفكره دي، انه يا اخوانا احنا نعمل منصه للصيادله الناس تسجل فيها، تمام كده الاكسس هيكون اسهل 100 مره غير ان انت في منصه فيها كل الصيدليات نازله في الخرطوم. ده هيسهل الاكسس للبيشن ول اي شركه جايه تو انفست في المجال بتاع الصيدليات. ثاني مثلا الربط بين الصيدليات، تقريبا الجهه الوحيده اللي انا لقيت فيها الربط كان هي حته مركز الدواء الدوار. هم عندهم حوالي كم 80 صيدليه مربوطه فيها، هم دي الصيدليات اللي بتكون في المستشفيات. لقيت انه مربوطين عندهم زي 40 صيدليه كونكتد. طيب ليه انه مثلا نحن ماخذ بلاتفورم واحده كويس يتربطوا فيها مثلا كل الامدادات؟ احنا عندنا كم امدادات في الخرطوم، تمام، كلهم يتربطوا بشانل واحده عشان انت المعلومه بدل ما انك انت تمرق من هنا تمشي الامدادات عشان تاخذ المعلومه، لا تكون ثرو البلاتفورم ده، سواء كان كول سنتر، سواء كان كلاود، سواء كان ابلكيشن، تمام. فدور الحكومه هنا كان مهم جدا في انه هي لو كانت بنت فكره زي دي هتسهل على البيشنس وتسهل على الشركات الصغيره. نفس القصه في كام مشكلة الترحيلات، يعني صراحة كان هي مشكلة كبيرة جدا في إنه نحنا to access للسبلاي تشين الكبار، نحنا عشان نوصلهم إنه كان في ال visibility بتاعتهم كان ضعيف، لأنه كان الناس بتشتغل يوم وبتغيب زي يومين وتكون هي شغالة مناوبات. فهنا الحكومة لو كانت هي تخيل معي إنه كله مثلا الناس الإمدادات مثلا كان هم عندهم مش بلاتفورم، لكن مش انه يكون الزول القاعد يكون هو انكول. يعني حسي مثلا في فكره جميله جدا كان عند الدكاتره انه هو دكتور انكول، ليه احنا ما يكون عندنا ناس اللي يكون عندهم انكول، ما سرو الكول سنتر حقهم لكن سرو كلاود معين او سيرفيس معينه، عشان انت لما تحاول يعني حسي عشان لو لا قدر الله جات الجانحه دي ثاني الناس سيرفيس حقتها ما تجيب. يعني انت متخيل معي انه يعني حسنا بتكلم لك انه انا شركه صغيره عندي كان اربع سيرفيسز، الاربع سيرفيسز ما قدرت اشغلها نهائيا في خلال الشهرين او الثلاثه شهور حقت الحصر، لانه الموظفين ما كانوا بيجوا المكاتب. لكن زي انه كان عندنا دكتور اون كول او صيدلي اون كول او موظف اون كول، كانت بتقدر تمشي النيجوشيشن بتاعتك. فالدوله الحكوميه شايفه انه يعني لو تيجي حتى هي تكون تبع الحكومه الالكترونيه عادل، انه الناس كل الاكسس بتاعت الجهات الحكوميه دي تكون بدل ما انه زول يشيل شنطته ويمشي يجيب قدام الوزاره او كده، ليه ما هي ارفع كل البرودكتس بتاعتك في الاونلاين. جميل جميل، افتكر النقطه واضحه اللي هي عندها علاقه بالحكومه الالكترونيه وانه يكون في اكسس لسيرفيسز كثيره اونلاين، خصوصا في الفترات بتاعت الكوارث زي دي. طيب نمشي لمروان نسمع برضو رأيه في النقطة دي قبل ما نمشي لخالد برضو. طيب أنا بفتكر إنه الحكومة إذا سهلت لنا الموضوع بتاع التصاريح عشان الحركة وعشان كده يكون ما قصرت، بالإضافة لإنه للأسف نحن في السودان الستارت أبس إذا مشيت سجلت ليجلي
بتتعامل معاملة كأنك شركة قائمة بذاتها أو كده. فده بيترتب عليه ضرائب نهاية السنة، ويمكن أنت تكون استك في النص، حصل لك دروب في المبيعات أو دروب في أي حاجة، فالرنوي بتاعك يمكن ما يكفيك، فحصل لك بانكروبسي بعد 3-4 شهور. فنحن ليترالي محتاجين الحكومة شوية تدعم الإيكو سيستم بتاع الستارت أبس في السودان من ناحية الأكسس للتمويل، من ناحية إنه التشريعات بتاعت الضرائب وكده شوية إنه تتسهل بالنسبة للستارت أبس، لأنه زول الستارت أب اللي هو بيجي يا سيلف فاندينج يا فاميلي فاندينج يا إما بياخد من بي سي يكون عنده تاسكات كتير مفروض يوصل لها وتعب كتير عشان يوصل لجزء معين أو يوصل لي زي يقولوا مايلستون معين. إذا ما وصل له وبقى running out of money فبيبقى out of the game يعني. فنحن محتاجين legislations كثيرة في موضوع الضرائب، في موضوع بتاع التمويل، في موضوع إنه يسهلوا لل VCs ولل incubators إنه استقطبوا رؤوس أموال سواء من برا السودان من داخل السودان يشجعوا بها ال startups. جميل. طيب نمشي لخالد برضو نسمع كلامه. خالد معمون. طبعا انا هنا يعني مروان دار بك صفقه هنا لانه حاسبي كامل. انا الكلام اللي كنت داير اقوله انه هي الستارت ابس اساسا ورياده الاعمال هي حاجه باي نيتشر صعبه، وانت بتكون بتقابض بيجاي بيجاي مطلع قروش خاتيه بالجنب بتاع هنا. لكن زي في الفتره اللي فاتت دي كان على مستوى بتاع بزنس، كان على مستوى شخصي السرفايفل بتاع الناس اي زول بياكل من سنامه. الستارت اب باي نيتشر ما عندها سنام. الستارت اب اي حاجه جايه خاشه بتخش في ري انفستمنت عشان هي تكبر وتقوى وتقدر بعد ذاك تسرفايف ويكون عندها سنام لقدام. الناحيه الثانيه من المعادله دي هو انه احنا مثلا ممكن ازول يقول ساهل جدا انه يقول والله يا اخي طيب الحكومه مثلا تدي دعم مباشر للشركات الناشئه ولا كلام زي ده، لكن الحكومه ذاتها عندها اولويات وعندها مشاكل كثيره جدا وبالعربي كده ما عندها عشان تدي ده. فالحل الأمثل هو إنه يكون في نوع من هنا نوع من الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة عشان في الحالات الزي دي بتساعد على استمرارية الشركة، ولو الوضع رجع لطبيعته بتساعد على نجاح شركات أكثر. هناك يعني بتؤدي إن شاء الله لاقتصاد هنا معافى وستارت أبس أكثر وأكثر وهايرينج يعني فيها نوت أون إفكتس كثيرة جدا. والستارت أبس ما شاء الله من غير هنا يعني الانتربرينورز من غير ما زول يقول في ناس كتار يعني انا بعرف تو ستارت ابس مع القصه دي طوالي غيروا البزنس موديل لحاجات ريسبوندينج هنا. واحده من اريجيشن سيرفيسز بقت بتعمل البوابات بتاعت التعقيم ومشت. واحده ثانيه من هنا من جيفت سيرفيسز لماسكس. لكن ما كل الستارت ابس عندها الاجيليتي والفلكسبيليتي ولا عندها الفرصه انه تو بيفت من هنا من وان بزنس موديل للثاني، وبعدين ده برضه بياخذ افورت كثير واهدار للموارد وللافورت اللي كانت خدتها قبل كده. فهنا لو في اي نوع من الاعفاءات الضريبيه او المساعده من الناحيه دي، كأبسط مثال أنا الليلة الصباح جاني تلفون من هناك من القيمة المضافة. وين الإفادات بتاعت شهر 4 و5 و6؟ يا أخوان نقوله بسم الله إحنا هنا زي الناس ما رجعنا.
يعني أنا شايف إنه ممكن تكون في الحتة دي أو إعادة صياغة للقوانين لا علاقة بالستارت أبس ككل يعني لأنه في حتة تانية غير الضرائب. صحيح صحيح جميل. طيب أفتكر نحن الأسئلة حقتنا انتهت، ننتقل للأسئلة بتاعت الجمهور. لكن قبل كده طبعا ما يفوتنا إنه نشكر سانكلاب بلاتفورم اللي هو سانكلاب ديالوجز، هي بارت من أو جزء من انتليكاب إنيشيتيف اللي هي في أفي شيكار جروب اللي هي اللي هو طبعا يعني من رواد الأعمال العالميين، وهم يعني دائما يعني بيكونوا مؤمنين بدور ريادة الأعمال في التنمية، وبيطرحوا الحاجة دي في نقاشات من هذا القبيل دائما للجمهور. وبرنامجنا اليوم ده جزء من أو من سلسلة النقاشات المطروحة دي كلها. طيب من الأسئلة نبدأ من فوق. طيب في سؤال لمستر خالد قال لك اللي هو أفتكر هو قاصد خالد مامون، لأنه قال لما أنت تكلمت عن الريسكس أو المخاطر اللي هي بتواجه رواد الأعمال السودانيين والشركات الناشئة، فهو طالب إنه أنت يعني توريهم أكبر المخاطر دي. طيب هي الصراحة كثيرة وعلى حسب المجال بتاعك أنت ممكن المخاطر تختلف ما بين مجال ومجال، لكن كلها بتدور حوالي كم محور اللي هي economic risks, political risks. والpolitical risks حسي ممكن تكون انخفضت شوية وكلها برضو لو يعني ده لفو إنه ال financial risk, ال foreign currency risk, ال economic risk, ال political risk. لو جيت عينت ورا الحاجة دي فوق لها تاني في الهرم في شنو بترجع لإنه central theme في الحاجة دي كلها هي ال predictability. إنه أنا الليلة لو شغال في أستراليا أو في ماليزيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في كده، بقدر أعرف إنه أنا بعد سنة مطلوب مني ضرائب قد شنو، العملة بتاعتي الفاليو بتاعها حيكون شنو، السلع اللي أنا بتعامل فيها الرو ماتيريالز حقتي تكلفتها كم، والتكلفة التصنيعية والتكلفة بتاعت الكهرباء إلى آخره. فدي كلها إحنا هنا بالنسبة لنا في السودان بنخد بدلها إكس، ما معروف هل بعد سنة الدولار حيكون 145 ولا الخطة الإسعافية حترجع 60 ولا حيبقى 250. هل حيكون عندي أكسس لسبلاي بتاع مثلاً الخيط اللي أنا بستعمله عشان أخيط به والماسكس دي، ولا الاستيراد بتاعه حيكون وقف، ولا حيكون في مصنع محل خشرة بيصنع خيط، هل الضرائب هتزيد هتقل فما في predictability وما في visibility على أي من العوامل اللي زول محتاجة عشان يقدر يعمل business plan لأكثر من مثلاً شهر أو شهرين، ودي ذاتها فيها إنه فدي هي أكبر ريسك فاكتور أنا شايف، واللي هو stability. دي central factor اللي منها بتتوزع الريسك فاكتورز الثانية كلها. صحيح صحيح جميل. طيب في أسئلة تانية لكن شكله معظمها نحن جاوبنا عليه. مثلا هديل سألت ما هي أكبر المشاكل التي تواجه الشركات الناشئة في السودان، تكلمنا عنه. برضو سألت كيف ممكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبني القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المماثلة في المستقبل، برضو تكلمنا على النقطة دي. ما هي أهمية الحكومة في التقليل من المشاكل المالية التي تواجهها القطاع
غير الرسمي برضو أفتكر تكلمنا عنها، ما هو دور الدولة ناحية رواد الأعمال خلال وبعد الجائحة to some extent يعني برضو covered الحاجة دي. طيب الأروى الطيب سألت اللي هو الحتة بتاعت الإي-بايمنت مودلز أو الدفع الإلكتروني، هل هو كان يعني مفيد بالنسبة لكم خلال الفترة دي وكيف قدر يساعدكم؟ تكلم مع مروان ممكن يجاوب لنا السؤال ده بحكم أنه يعني عندهم تجربة في القصة دي. أوكي طيب الإي-بايمنتز كان زي ما قولوا ميجر من الحاجات اللي كنا نحن بنستخدمها في الفترة الفاتت، نظرا لأنه البنوك في الفترة بتاعت اللوك داون كان شغالة بس مقاصة، يعني أنه يا بتدخل شيك يا ما خلاص، يعني ما بتقدر تسحب كاش إلا عن طريق الصرف، فتعاملنا كله كان يا ما بتاخد شيك أو بتاخد كاش بتخليه عندك، يا إما الطريقة اللي نحن بنفضلها وبيفضلها العميل أنه بس ترسلي ببنكك أو سايبر باي أو أي طريقة تانية، دي بتريحنا وبتريحك أنت. جميل، يعني كان أثرها كبير في الحقيقة في تسهيل التعاملات المالية خلال الفترة الفاتت دي. جميل طيب في سؤال برضو بيتكلم عن إنه ما في هذه الأوضاع اللي احنا مرينا بها، هل ينبغي على الحكومة تعويض أو دعم المستهلك أو المنتج؟ فما عارف منو منكم ياخذ السؤال ده. سارة يا حسام. أنا صراحة في الحتة دي أنا كان عرضت بروبوزل إنه هي طبعا تعويض دي هتكون شوية صعبة، لكن ليه ما يحصل إعفاءات للشركات الصغيرة في حتة الضرائب، في حتة الزكاة، في حتة القيمة المضافة، تمام؟ ليه ما يحصل لنا إعفاءات لها أو حتى على الأقل إنها تجدول، أو إنه ليه الحكومة ما كان ممكن تعمل يعني مثلا زي حسي مثلا في دبي إنه عملوا بيدوك زي لون معاكس كدول له لسنة ليه قدام، إنه عشان تقدر تحمل الموظفين بتاعك ما إنك تقدر ترفضهم أو توقفهم عن العمل أو كده، فأنت بدك ما تقدر تدفع للمرتبات للإيجارات للكده، فليه الحكومة ما كان هو حسب علمي إنهم كان في مباحثات في حتة إنهم ما يعملوا زي لون يدوه للشركات الصغيرة عشان تغطي النيتس بتاعتها. صحيح. فدي خلال الحكومة لو كان قدرت تعملها إنه إعفاءات عملنا ماشي كان بيكون. طيب افتكر ده كان اخر سؤال لنا، افتكر النقاش كان يعني صار واتطرقنا لعدة نقاط عند علاقة بالتحديات في الاثر على البزنس نفسه او الاثر على الاعمال بتاعت الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكلمنا عن انه الاثر كان على المبيعات وحجم البزنس كان كبير وحصل تناقص كبير نتيجه لعدم يعني لاسباب كثيره منها انه الناس ما كان قادره تصل شغلها وانه حتى الكلاينتس نفسهم ما كانوا موجودين، وبرضه كان في تحفظ كبير على الصرف، وتكلمنا برضه على الاثر الكبير كان على سلاسل يعني السبلاي تشين بتاع المؤسسات واللي هي برضو نتيجة لحظر التجوال وغيره، وشفنا كيف الشركات الصغيرة المتوسطة قدرت إنها تستفيد من التقنيات المتوفرة لهم لإدارة لمحاولة معالجة بعض المشاكل دي، ويتكلمنا برضو عن الحتة بتاعت عندها علاقة بالموارد البشرية وكيفية إدارتها والتحديات بتاعت الشغل من البيت، وبرضو تكلمنا عن إنه يبدو إنه الترند ده في الحقيقة حيستمر لفترة، لكن برضو الحتة بتاعت الإدارة وجها لوجه ما أظن الناس تتخطاها خلال الفترات الجاية أو قريباً، ويتكلمنا برضو عن التقنيات اللي استعملوها الناس في الحتة دي كذلك،
والكويس انه يعني ما في واحده من الشركات اللي احنا هسه تكلمنا معاها ورواد الاعمال الموجودين معانا في الحوار ده اضطروا انهم يعني يتخلوا عن موظفينهم، لكن الحاجه دي طبعا اثرت بشكل كبير على تعيين الموظفين الجداد لحد ما الامور تبقى اوضح في المستقبل ان شاء الله. وتكلمنا برضو عن انه الجائحه دي زي ما بيقولوا اثرت برضو على طريقه اداره المكتب وطريقه حتى ايفن اللي اوت بتاع المكتب، كيف الناس تقط الديسكس وعدد الناس اللي انت بتقدر تستوعبهم واستقبالك لزباينك برضو حسب ترتيبات محدده. وتكلمنا برضو عن الحته بتاعت السياسات المفترض يعني الحكومه تحاول تساعد الناس بها، اللي هي منها الحته بتاعت الحوكمه الالكترونيه وانه الناس تقدر تدير شغلها الكترونيا حتى لو الموظفين ما كانوا متواجدين في مكاتبهم لسبب او لاخر. وتكلمنا برضو عن الحته بتاعت حظر التجول والتصاريح اللي ممكن تتوفر لرواد الاعمال بشكل او باخر، خصوصا اللي بيعتمد شغله باعتماد كبير على اللوجيستكس. فيمكن ده تلخيص سريع للنقاط، ممكن في نقاط تانية أكثر كنا أنا ما لخصتها بشكل كويس. تلخيص سريع للحوار، نشكر شكر كثير المشاركين في الحوار خالد مامون وخالد تاني ومروان وسارة رغم التكنيكال problems، وأنا ذاتي واجهت technical problems. شكرا لكم كثير وشكرا لسنكلاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.